صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح بداية أسبوع جديد ويوم جميل بكل ما يحمله لنا من أمل وتفاؤل، وأكيد إن شاء الله يكون أسبوع خير وسعيد عليكم إن شاء الله. وصباح الخير يا يعقوب. صباح النور يا عائشة، أكيد أصبح بالخير على كل متابعينا، وأتمنى لكم بداية أسبوع جميلة بكل ما يحمله لنا من تفاصيل جميلة وشيقة، ويسعد صباحكم وين ما كنتوا. أكيد دائما يوم الأحد يكون يوم مميز بالنسبة للمشاهدين وبالنسبة لي نقدر نقول خاصة الموظفين. نعم. فدائما نحن في برنامج صباح الشرقية حتى مواضيعنا وفقراتنا تكون مميزة من ناحية الضيوف والعناوين الفقرات والتقارير. والحين مشاهدينا خلنا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. أسرار التعامل مع المراهق، عادة المشي أثناء النوم، ماراثون الخدمات الإنسانية لمتلازمة داون. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم. اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون مثل ما ذكرت مهمة ومميزة من ناحية الضيوف والفقرات، يعني إن شاء الله اللي يمشون أثناء نومهم إن شاء الله اليوم الحل بيكون أيضا متواجد في حديثنا من خلال الحلقة. وأيضا عندنا أسرار التعامل مع الفئة الأصعب نقدر نقول لهم المراهقين. مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم بنطلع على آخر الأخبار المحلية في الصحف اليومية. وأول خبر محلي عندي من صحيفة الخليج، سلطان يدشن عددا من إصداراته التاريخية بالنسخة الفرنسية. دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليلة أمس الأول الجمعة، وبحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة ورئيسة جمعية الناشرين الإماراتيين، مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات. ووسط احتفال شهده نخبة من الكبار المثقفين والأدباء الإماراتيين والعرب والفرنسيين عددا من الإصدارات التاريخية من مؤلفات سمو الحاكم والمترجمة حديثا إلى اللغة الفرنسية. واشتملت الإصدارات المترجمة على عناوين في غاية الأهمية واللي تتحدث عن تاريخ القواسم بشكل عام وتاريخ إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وهي كتاب سيرة مدينة بجزئيه الأول والثاني، وأيضا كتاب صورة القرصنة العربية في الخليج، وكتاب صراع القوى والتجارة في الخليج 1620 إلى 1820. يعني هذه الكتب أو هذه الإصدارات كلها كانت مترجمة باللغة الفرنسية. أكيد كان هناك في حضور واهتمام مثل ما لاحظنا وشهدنا خلال هذه الزيارة، وهناك اهتمام كبير بحيث أن جميع المثقفين والأدباء من دولة الإمارات كانوا أيضا متواجدين. والجميل أيضا هناك في أهازيج وشراكات كانت متواجدة، خاصة الأهازيج الشعبية بمعهد الشارقة للتراث كانت أيضا متواجدة لنشر الثقافة نقدر نقول أو تبادل الثقافات بين دول العالم. أكيد طبعا إمارات الشارقة تحرص دائما على الاشتراك في كل المناسبات الثقافية، في سواء كانت الداخلية أو حتى الخارجية. حتى شفنا في بعض اللقطات الكثيرة في برامج التواصل الاجتماعي مثلا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون صاحب السمو حاكم الشارقة في معرض باريس الدولي للكتاب، شاهدنا أيضا الأهازيج في تقريبا عند برج إيفل في فرنسا. كل هذا يعزز مثلا مفهوم الثقافة الإماراتية لدى الغرب يا عائشة. أكيد، واهتمام القيادة الرشيدة بنشر الثقافة ونشر العادات والتقاليد حتى لمختلف دول العالم. أما الخبر الثاني مشاهدينا، بلدية الشارقة توعي أصحاب المزارع أو توعي أصحاب المزارع بالنظافة. نظمت بلدية مدينة الشارقة حملة توعوية بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة بيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتوعية أصحاب المزارع والعاملين فيها في منطقة الزبير بالإمارة تحت شعار نظافة مدينتي سعادتي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لديهم، بحضور ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعديه وممثلين عن شركة بيئة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية إلى جانب عدد من موظفي البلدية. مثل ما نشوف اهتمام كبير وحملات ومبادرات توعوية كثيرة لنشر ثقافة نقدر نقول الوعي البيئي لدى الأفراد والعاملين أيضا في المزارع. ودائما نشوف أيضا الحملات اللي هي التنظيفية خاصة على الشواطئ أو نقدر نقول مختلف البيئات، سواء كانت الشواطئ أو حتى في الصحراء أو في أماكن تواجد الناس. فاهتمام دائما من إمارة الشارقة بالنظافة البيئية أيضا موجودة. أهمية هذه الحملات يا عائشة جدا مهمة، بحيث أنه لابد علينا إحنا كأفراد المجتمع الإماراتي نحافظ على بيئتنا، ولابد أن نغرس
هذا المفهوم في أرض الواقع لأفراد المجتمع أكيد. الإماراتي. وحنا لما يتواجدون يعقوب يعني نقدر نقول المدراء والرؤساء يكونون قدوة أكيد للأفراد وللجمهور باتباع صحيح. أكيد خطاهم. نعم. أكيد طبعا. هذه الأخبار اللي كانت عندك عاشة، والآن ننتقل للأخبار اللي عندي من صحيفة الإمارات اليوم. الخبر الأول، كهرباء الشارقة تنجز مشروعات إنارة شوارع جزيرة مدينة دبل حصن. أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تركيب أعمدة إنارة بشوارع جزيرة مدينة دبل حصن وفق أفضل الممارسات التي تراعي نوعية الإضاءة والمواصفات الديكورية الجمالية. وأكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم أن خطة الهيئة تتضمن شراكة استراتيجية مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف مناطق الدولة. وطبعا مشاهدينا، من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة، يعني نشوف إعاشة مشاريع كثيرة في البنية التطويرية في البنية التحتية تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص من القيادة الرشيدة من أجل تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. نعم. طبعا الخبر الثاني مشاهدينا الكرام أيضا من صحيفة الإمارات اليوم، افتتاح الطرق الرئيسية لشاطئ الشارقة بالاتجاهين في مايو المقبل. كشف مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن مشروع شاطئ الشارقة الممتد من الحدود مع إمارة عجمان وحتى نادي سيدات الشارقة، الذي يقوم المجلس بتنفيذه حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي المواقف والشوارع والساحات العامة، وفتح الطرق المرورية الرئيسية بالاتجاهين أمام مستخدمي الطرق في مايو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل نهاية العام الجاري وفق الخطط الزمنية الموضوعة لتنفيذ هذا المشروع. طبعا مثل ما ذكرت هناك مشاريع كبيرة تشهدها الدولة في الطرق، في البنية التحتية في دولة الإمارات. دائما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة في مجال البنية التحتية يا عائشة. أكيد، مثل ما نشوف إمارة الشارقة دائما أيضا مهتمة من ناحية تطوير البنية التحتية. هناك الكثير من الأمور اللي ضبطتها إمارة الشارقة والآن أنجزتها، ومنها نعم. شارع الكورنيش واللي تم أكيد واللي إن شاء الله سيتم افتتاحه للتسهيل على المارة. نعم. هناك الكثير من التعديلات، وإن شاء الله نحن بنغطي هذه التعديلات أول بأول في حال افتتاح أي شارع أو غيرها من الأمور التعديلية إن شاء الله. طبعا مشاهدينا، هذه كانت جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا. ابقوا معنا. شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدينا الكرام في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولة الإمارات لهذا الصباح. وطبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام في بداية كل حلقة يكون عندنا موضوع للنقاش، واليوم موضوعنا عن سوء الظن. يعني في احنا لابد ان ما ندعي المثالية عايشة، في بعض الأحيان ممكن نسيء الظن في الآخرين، لكن الانطباع الأول ممكن يكون له دور كبير في سوء الظن. صح. صحيح. لكن ما عليه، في بعض الأحيان أنت لابد أنك يعني ولتمس لأخيك 70 عذرا. نعم. وإن بعض الظن إثم. فلابد أنك أنت تكون شوي يعني فيك ثقافة التوعية في هذا الجانب. يعني أنك ما تظن ظن السوء دائما في أصدقائك، في سواء كان في العمل أو حتى
في البيت لابد أن تكون في ثقافة عدم سوء الظن يا عائشة. أنا أحس أن سوء الظن من أصعب الأمور أو أصعب الخصال، يعني إذا الشخص أساء الظن هني الثقة تكون مش موجودة أو تقليل من الثقة، فالواحد ممكن أنه حتى يكون متفرد، يعني إذا أنا مثلا أسيء الظن لشخص معين الثقة مش موجودة، فأكيد أنا بكون منعزلة عن البيئة اللي حواليها. مثل ما ذكرت أنه دائما الانطباع الأول في بعض الأحيان يكون في نوع من سوء الظن، فيجب على الأشخاص معرفتهم، يعني هنالك في حسن ظن وهناك في سوء ظن، معرفتهم بهذه الأمور. دائما حتى الشخص اللي عنده سوء الظن دائما يدور المشاكل، يدور الزلة، نعم، أو المشكلة. فأكيد نحن نتمنى من المشاهدين ما يكون عندهم هذه سوء الظن، معرفة مثلا معرفة الأمور، معرفة التفاصيل، وعقب يحكمون على الشيء اللي هم أكيد شافوه أو أنهم سمعوا عنه. حتى يعني كلام جرني ل يعني كلام مهم جدا، بحيث انك انت قبل لا تسيء الظن لابد انك تعرف شو ظروف هذا الشخص. صحيح. شو اللي يمر في هذا الشخص، ممكن هذا اليوم اللي صادفته في كانت عنده مشكله. زين وانا شو ذنبي؟ عسب ما تسيء الظن انت يعني. صحيح، مش من الانطباع لو خلاص انت تسيء الظن تقول هذا الشخص لا، شوف الشخص هذا عصبي، هذا الشخص مثلا غير ما اقدر اتلائم معه، لا، لكن في موقف ثاني ممكن تشوفه لا مختلف تماما عن الموقف الاول اللي شفته فيه. يعقوب، يعني انا اشوف دائما مثلا اذا شخص مر في مشكله معينه مثل ما انت ذكرت يعقوب، دائما مثلا نشوف دائما في المؤسسات الحكوميه شخص يكون مب على طبيعته، فيقول انا مثلا ما تعرفون حالتي الخاصه، طيب انا شو ذنبي؟ صحيح، لا هو ما ندخل طبعا خلاص مشاكلك في البيت الخارجيه ما تدخلها في العمل، اختلاط. هذا اكيد. صحيح. لكن في بعض الاحيان خلاص انت ما تقدر تتصرف الشعور اللي انت فيه، خلاص انت مثلا شخص متضايق، صحيح؟ هي. خلاص يمكن سويت موقف لا اراديا، زين، يمكن ضايق الشخص الثاني او الشخص الثاني تاثر فيه، خلاص تاخذ عليه موقف طول الحياه. صح، لا 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 لا، المفروض ان الواحد لا، بالعكس مثل ما قلت والتمس لاخيك 70 عذرا، يعني الواحد ممكن انه يراعي حتى في بعض الامور. فاكيد نحن نتمنى من المشاهدين حسن الظن وليس أكيد. سوء الظن. والحين مشاهدينا اكيد انتظرونا، هناك العديد من الفقرات المتنوعه ان شاء الله بانتظاركم. فاصل قصير بنرجع لاستكمال حلقتنا، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. التعامل مع المراهق من أصعب الأمور التي يشتكي منها الآباء والأمهات في التعامل معهم، يختلف هذا بطبيعة اختلاف عقلياتهم، وبنتعرف أكثر على هذا الموضوع من الأستاذة همسة أحمد يونس مستشار تربوي. أستاذة همسة صباحك الله بالخير. صباح الورد، كيف حالك؟ الحمد لله. طب حالك اليوم؟ طبعا موضوع حديثنا مهم جدا، الكثير من الناس يتخوفون من دخول ابنائهم لفتره المراهقه. طيب. في البدايه استاذ همسه، قبل لا نتطرق لموضوع كيف ممكن احنا نتعامل مع الشخص او الولد المراهق، فياريت لو تعرفين لنا شو هي فتره المراهقه. هي مرحله جدا حساسه من عمر الطفل، وبيحصل فيها كثير تغيرات فسيولوجيه في جسم الانسان، وبالتالي بتاثر ايضا على نفسيته وافكاره وحالته النفسيه. فهون احنا من المفترض انه احنا يكون عندنا كاباء وامهات خبره في وفكره عن هذه المرحله لحتى نعرف كيف نتعامل معها ونستعد لها قبل ما يدخل ابننا. وكل المرحلة. الاشخاص نفس التغيرات تكون؟ لا طبعا، ولا بتكون مختلفه من شخص اخر. ممكن ولد من اولادك يمر بمرحله بهاي المرحله بكثير صعوبات، وممكن كثير يعني يعذبك وتحاولي انك تتفاهمي معه ما تقدري، بينما الثاني تمر بسلام وهدوء وكانه ما في اي شيء. اذا بنحتاج انه احنا ما نقارن بين اولادنا، لانه كل واحد منهم عنده شخصيه مختلفه، وبالتالي مرحلة المراهقة بتختلف من شخص مراهق لآخر. صحيح. إنزين، ذكرتي أن كل أب أو أم يجب عليهم أن يستعدوا لهذه المرحلة اللي هي مرحلة مرحلة المراهقة. كيف يكون الاستعداد؟ لأنه بتعرفي بتواصل معي الأمهات مثلا أنه بنتي عمرها 14 وهلأ هي في المراهقة ومش عارفة أتعامل معها.
اذا انت كان مفترض تفكري بهذا الشيء من قبل، يعني من متى؟ من بدايه عارفه بتبداي معها من صف ثالث لرابع ابتدائي حاليا، لانه صار في عندنا هلا بهذه الفتره في مراهقه مبكره عم يبداوا من 10 سنوات مراهقه، فاذا انت لازم تبداي من صف ثالث ابتدائي من 8 9 سنوات تبداي تبني علاقه قويه مع ابنك او بنتك. اساس المراهقه السليمه واللي تمر بسلام علينا احنا كاباء امهات وعلى اولادنا المراهقين، انه احنا ناسس لها من البدايه لحوار، يكون في حوار، يكون في جسور تواصل بينك صداقة وبين ابنك بين الام وبنتك وبين الابناء. يعني حسب شخصية كل واحد منهم كمان، يعني الصداقة مع هذا الولد أو هاي البنت تختلف عن الصداقة مع هذا الولد أو هاي البنت. كل واحد معرفة شخصيات الأبناء ممكن؟ بالضبط، من خلال شخصياتهم أنت تعرفي شو مفتاح الصداقة مع كل واحد منهم. ما تعتبري أنه كلهم متشابهين ووسائل التواصل معهم متشابهة، لا، كل واحد منهم له مفتاح للتواصل معه. إذا أنت إذا أسستي لعلاقة صحيحة بينك وبين ابنك أو بنتك بتعرفي مفتاحهم وبتقدري تدخلي عوالمهم في مرحلة المراهقة بكل سلاسة وهدوء بدون التصادم اللي بيحصل عادة. نعم، دائما نسمع من المراهقين أو من مشاكل اللي تصير أن دائما المراهقة حب الحرية، ما يحب مثلا أهله يدخلون في أموره، فهني يجب أن يكون في نوع من الانضباط من الأساس. أنت كيف أسستي لا حوار واتفاقيات ومساحة حرية لابنك أو بنتك؟ يعني بينك أنت والمراهقة أو بينك أنت وابنك؟ إحنا عادة الأباء والأمهات عندنا ديكتاتورية، إحنا بنحب نكون متسلطين ونحب نفرض آرائنا. أيوة. لكن كل ما أنت هذبتي نفسك كأم وهذبت نفسك كأب، هذبت هاي السلطة اللي في إيدك وخليتها تكون منطقية وإنسانية ولمصلحة ابنك عن جد، مش عشان أنانيتك وسلطتك وعشان أنت تحس دائما أنه الأمور ماشي أوكي وعلى الصراط المستقيم مثل ما أنت بدك. لا، المنطقية والإنسانية في التعامل مع أبنائنا بتخلينا نمر بسلام في هاي المرحلة وبتأسس لها. يعني ما تكون في حالة نقاش وحالة تواصل ويكون في اتخاذ للقرارات من خلال النقاش والحوار، مش إنه القرار في إيدنا إحنا بس. يعني إحنا ما نفرض على أبنائنا، في حالة حوار. لما يكون في حالة حوار من البداية حتمر عادي مرحلة المراهقة، لأنه أساساً في حوار، يعني ما حيضطر المراهق يحاول يفرض رأيه بالقوة مدام هو عارف أنه في حرية رأي، في حوار. إذا أنا أوصل فكرتي بأسلوب جيد لأنه عارف أنه أنا ماما أو بابا حيسمعوني، حيسمعوا رأيي، حيسمعوا فكرتي، مش حيفرضوا علي آرائهم بدون ما يسمعوني. إذا من البداية من هم أطفال أنت أسستي لحوار، أسستي لحرية في الرأي، وحتى لو كان أنت عندك رأيك اللي شايفتيه أنت صح، نحاول نقنع الطرف الآخر بمنطقية، ومش غلط ومش عيب أنه نقتنع بكلامهم. يعني أنا كثير مرات بتراجع مثلا بقول لا على شيء، ليش لا ماما؟ لأنه في حوار. ليش لا لا, لا ماما؟ كذا كذا كذا، بيشرحوا لي وجهة نظرهم. فلو أنا حسيت أنه صح كلامهم وأنا غلط، صح طيب ماشي، مش حلو. إذا مش غلط أنك تتراجع لورا خطوة إذا كان هذا بيخلي في حالة سلام في البيت. نعم. ومش القصة مش مين يفرض رأيه على مين. نعم. طيب دائما أنا أستاذة همسة أقول لك أن مثلا تربية الأم أو التربية المنزلية تكون مختلفة، لكن البيئة المؤثرة تكون أيضا لها دور كبير في تغيير هذا الشخص أو هذا المراهق. مثلا خلنا نعطي مثال بالنسبة للمراهق وعادة التدخين، ممكن يكتسبها من بيئة خارجية، من مدرسة، من أصحابه، ومن هذه الأمور. فكيف ممكن أن الأم أيضا تسيطر على نفسها إذا اكتشفت مثلا هذا السلوك الخطأ إن كان تدخين أو غيره؟ كيف ممكن تتحاور معه؟ كيف ممكن أن تسامحه؟ كيف تستمر هذه العلاقة بينهم؟ وهل تراقب هذا الولد؟ الموضوع بدنا متابعة، متابعة مش مراقبة. إذا أنت وصلت لمرحلة المراقبة، إذا أنت في عندك خلل في تربيتك وخلل في علاقتك مع ابنك أو بنتك. المتابعة هي الأساس، لأنه المتابعة تعني وجود ثقة. شو الفرق بين المتابعة والمراقبة؟ المتابعة معناته أنه أنا في عندي ثقة، أنا زرعت أساس لوجود ثقة بيني وبين ابني أو بنتي المراهق من البداية. تمام؟ من البداية. لكن إذا أنا ما زرعت هذا الأساس، إذا أنا حضطر أني أنا أكون عارفة، حتكوني دائما خايفة. نعم. دائما خايفة أنه ابني يعمل غلط، دائما خايفة أنه بنتي تعمل غلط أو توقع بغلط. لا، انت من الاساس اذا اسستي صح حيطلع البناء قوي، مش حتكون خايفه من اهتزازه. نعم. ممكن قد يقع في بعض المطبات، لكن المطبات هاي ما حتكون كارثيه، حتكون مطبات لطيفه، يعني عارفه كيف، وتقدري تحتويها. لكن اذا الاساس مش قوي طبعا
حيوقع مع أول مطب. نعم. فإذا المتابعة مش المراقبة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للتدخين يعني مثلا الزلة مثلا أو مشكلة معينة وقعت مثلا نقول التدخين. التدخين نعم. ابني أنا قلت له من إعدادي قلت له يعني عارف إنه إحنا أصدقاء قلت له اسمع أقول لك إذا فكرت في يوم إنك تجرب تدخن يعني أعطيني خبر يعني بس أنا بقول لك إنه التدخين سيء للصحة وأنت عارف يعني بحيأثر على سلامة صدرك وصحتك وجهازك التنفسي يعني نعم. شرحت الأشياء بطريقة لطيفة إنه لصحته هو مش عشان أنا ما بدي أنت عشانك أنت فصار في مساحة إيش وضوح إنه أنت لو فكرت خبرني بس لا ماما أنا أصلاً ما مستعد أخرب صدري عشان هاي الأشياء أنت هون عملتي عند ابنك حالة من الأمان إنه أنا مش مضطرة أكذب عليها وفي كل مشكلة لازم أني أنا أحاور مثلاً أعرف أنه مثلاً بيطيح في هذه المشكلة اللي هي التدخين أو رفاق السوء أو في مشكلة معينة وأحاوره قبلها لازم أحاوره أعطيه عارفة أوسع أفقه أعطيه يعني فكرة عن ما قد يعني قد يقع فيه من مطبات أنا أعطيه فكرة أو أعطيه أدربه على مهارة حل المشكلات وفي بعض الأحيان أستاذة همسة يعني إجابتك تقودني للسؤال دائما نعم. الآباء والأمهات يقولون نحن لا ما بنتطرق لهذا الموضوع عشان ما أفتح عين الولد أفتح عينه بطريقة إيجابية أفتح عينه عشان يفهم الصح من الغلط يفهم الشيء المضر من الشيء المفيد طب أنا أوكي أنا ما حكيت له حيفتحوا عينه اللي برا ويفتحوا عينه بطريقة سلبية ليش ما أنا اللي أفتح عينه بالعكس أنا دائما في عندي أبديت مع أولادي لو سمعت أشياء برا تعال ماما أنا سمعت هيك 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 فرجاء بدياكوا تفهموا أنه هاي النقطة كذا فمرات بعرف إيش بقولوا نعرف عارفين ماما فاهمين انه هذا غلط مش لا اطمني يعني خاصه موضوع المخدرات لازم تقعدي تحكي معاهم مش تتركيهم والله ما بدي افتح عينهم لا ماما ما تاخذ شيء من حد الا ما تكون متاكد عارفه حتى شو قلت له بالذات الكبير قلت له ماما لو بدك تجرب تدخن تاكد اول انه هاي سيجاره مش شيء ثاني فهمتي علي لانه ممكن تكون على شكل سيجاره بس مش سيجاره عاديه نعم. اتاكد اول انه هي وانا بقول لك يعني ما بدك اياها كل هالقصه الموضوع ناخده بصداقه مش بفرض اوامر صدقيني حيكون الموضوع ما حياخذ المراهق انه انا بدي اجرب عناد فاهمه لا ماما خايفه على صحتي يبقى ماما اكيد كلامها صح ما يكون في حزم في الموضوع شوي استاذه همسه في حزم لما نحس انه الولد يعني احنا انجر شوي بالضبط لانه في ممكن تطلع لك ولد شوي مغامر شوي فضولي حابب يجرب اشياء وممكن يتعبك غير عن ولد مثلا عندي ولدين واحد مسالم اوكي صح واحد هناك اختلاف في الشخصيات بالضبط فهذا الشخص الثاني اللي ممكن يناقشك ويحب يجرب هذا انت بدك تكوني حازمه معه بس برضه بحب مش يعني مش بقسوة يعني تكوني شخصيتك قوية قدامه يعني يعرف إنه أنت ما عندك مزح بهاي القصص إنه ينحرف عن الطريق الصحيح دائما ومحتاج تذكير أكثر من الثاني لأنه هو يعني بتكون شخصيته بحب المغامرة أكثر بحب يجرب الأشياء أكثر فإذا هذا يحتاج إلى تذكير مستمر بس بحب مش بزن يعني اغلب الامهات بتزن صحيح ان 24 ساعه بتيجي تتكرر وتعيد وتزيد وبتحديد وتحذير لا مش هيك ماما ما تنسى اوكي هيك حكينا حاضر ماما حلو بياخذها بحب ياخذها بحب لانه انت عم تذكريه بحب مش عم تذكريه بتهديد نعم. لما تذكريه بتهديد عارفه حياخذها جواد يا الله بضل تحكي طب انا حاعمل عرفتي كيف يعني لا اراديا المراهق بيروح للعناد اذا احنا تصادمنا معه فانت ليش يعني تخلي هاي المرحله تمر بحروب وتصادمات لا خليها بحب ذكرتي نقطه جدا مهمه وممكن تكون ايضا من شخصيه المراهق اللي هي العناد يعني نحن نعرف ان هنالك في اختلاف للشخصيات منها شخصيه ممكن تكون من اصعب الشخصيات اللي هي الشخصيه العنيده فكيف ممكن ان انا اتعامل معها حتى الحوار انا حسيت ان من كلامك استاذه همسه ان كل مشاكلنا نحلها بالحوار حوار حتى المراهق اللي بتقولي عنيد هذا اللي عندنا قلت لك من البداية إذا إحنا هذبناه عند الطفل وتعاملنا معه صح مش حيتطور لعناد بشكل سلبي ويتطور معاه في مرحلة المراهقة للعناد المشكل اللي خلينا نتصادم مع
ابننا في مرحلة المراهقة. يعني شوفي دائما لما نشوف مراهق كثير عنيد وداخل في تصادمات مع أهله، اعرفي انه في خلل في البداية، من البداية في تربية الأهل. الخلل مش في المراهق دائما، الخلل مش في أطفالنا، والبيئة الخارجية دائما مش في أطفالنا برضو. البيئة الخارجية مش حيكون تأثيرها بقوة البيئة الداخلية، إذا الأساس قوي صح صدقيني حيكون مثل الفلتر، يعني مهما سمع برا أو تأثر برا حيكون إشي لحظي إشي وقتي، وحيرجع للأساس الصح. ما حيتعبك، ما حيتعبك طول ما في أساس صح. يعني الحمد لله عندي هلأ 4 مراهقين، الله يحفظهم، الله يخليك، 4 مراهقين. يعني في 2 منهم مروا بسلام حتى لأنه شخصياتهم سالمة. الاثنين التانيين لا تعبوني، تعبوني بس تعبوني بحب، تعبوني يعني كان في لذة في هذا التعب، لأنه عم بيخلوني يعني أنا وياهم عارفة زي موج البحر. جميل، بهدوء بهدوء. طيب ما دام عندك أنت تجربة، الله يحفظهم ويخليهم لك، وهذه أكيد يعني تحية لهم. في الأخير كيف مثلا نصائح منك للآباء والأمهات، تجربة أنت أكيد عايشتيها وحابة أنك توصلينها للأمهات والآباء؟ اسمعوا أبنائكم المراهقين والمراهقات، يعني خلي ثرثراتهم تسعدكم، ما تسمعوهم بملل. يعني بنتي بتلحقني بالبيت تحكي تحكي، بعدين بتقولي مليتي صح أسكت، لا 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 كملي ماما كملي. هذه بروحها مشكلة حس. بالضبط، لأنه أغلب الأهالي بس أسكت أنا مصدعة ما بدي أسمع. اسمع اسمع كل ما سمعتوهم، اسمعهم اسمعوهم بروحكم وبكل حواسكم، مش بس مجرد السمع العادي. إذا اسمعوهم 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 واعطوهم مساحة من الحرية، وما تتعاملوا معهم على أيام زمانكم أنتوا، هم في زمان مختلف، إذا عاملوهم بزمانهم وحاولوا دائما تعطوهم الأدوات اللي تساعدهم أنهم يكونوا في أمان في هذا صحيح. في هذا الزمن. نعم. في الأخير الأستاذة همسة يونس مستشار التربوي، كل الشكر على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الشرقي، وعلى هذه الروح الإيجابية اللي أكيد تبثينها لنا في بداية كل صباح. شكرا لك. مشاهدينا، من الإيجابية ومن الكلام الإيجابي ننتقل الحين إلى فقرة الإيجابية اللي بنتعرف فيها على موضوع جديد يتكلم عن مراكز الطاقة في الجسم مع المهندسة بشاير منصوري، خلونا نتابعها. صباحكم سعيد، راح أكلمكم اليوم عن مراكز الطاقة في الجسم أو ما يعرف بشاكرات الجسم، وكيف تأثر على الجسم وحالته المزاجية. مراكز الطاقة هي مراكز منتشرة بكل منطقة معينة بالجسم، تأثر هالمراكز على الأعضاء المحيطة بالمنطقة نفسها. أول شيء راح نذكر المراكز هي نفسها. عندي أول شيء شاكرة التاج موجودة فوق الرأس مباشرة، شاكرة الأجنة اللي هي بين الحاجبين، شاكرة الحلق، شاكرة القلب، شاكرة الضفيرة الشمسية، ونزولاً لتحت شاكرة العجز والجلس. هذه الشاكرات كل وحدة تتحكم في الأعضاء اللي هذا. فأنا راح أعطيكم مثال، شاكرة الضفيرة الشمسية راح نأخذها، هي موقعها في البطن، فهي راح تأثر لي على الأعضاء اللي موجودة مثل البنكرياس، مثل المعدة، الجهاز العصبي للإنسان. راح نأخذ مثال تحديداً، شاكرة الضفيرة الشمسية الموجودة في منطقة البطن هي خاصة بالأعضاء المجاورة لمنطقة البطن مثل المعدة، البنكرياس، الجهاز العصبي. لو حسينا نحن بتوتر أو حسينا بشوية ضغط نفسي، معناته مركز الطاقة عندي هذا راح يختل. وحتى أعيد توازنه لازم أقوم أول شيء بممارسة التأمل يوميا، بممارسة تمارين رياضية، وأكل أنواع معينة من الأكل. إذا شاكرة الضفيرة الشمسية لونها أصفر، فأنا لو تناولت طعام أو شراب باللون الأصفر فأنا راح أحفز هالشاكرة إنها تعيد توازنها. والبابونج، الشاي الأخضر، وايد مهمين في إنه يعيدون لتوازن هذه الشاكرة. بالنسبة للتمارين الأخرى عندي تمرين الغفران والمسامحة، أيضا تعيد توازن الشاكرات. الصلاة جدا مهمة في إنها توازن شاكرات الجسم، وخاصة أثناء السجود تحفز لشاكرة العين الثالثة أو الأجنة. فبالصلاة والتأمل والمسامحة نقدر إحنا نعيد توازن شاكرات الجسم كلها، وطبعاً بالحب، حب الآخرين وحب أنفسنا. وهذه تقريباً كلها عن مراكز الطاقة، وإذا حابين تتعمقون أكثر ممكن أنتوا تطلعون على محركات البحث تعرفون بالضبط كل شاكرة وشو دورها على وظائف الجسم. ويومكم سعيد.
عليكم مشاهدينا بالصلاة مثل ما ذكرت المهندسة، والتأمل والمسامحة اللي أكيد تتركوا الآثار السلبية أكيد وتخرجوها من أجسامكم. والحين مشاهدينا من بعد فقرة الإيجابية والحديث الإيجابي نروح لفاصل قصير ونرجع لاستكمال حلقتنا، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. عادة غريبة من نوعها قد تصيب بعض الأشخاص صغار أو كبار، وقد تسبب مشكلات عديدة لنفس الشخص أو الأشخاص المحيطين فيه دون أن يشعر بذلك، وهي ظاهرة المشي أثناء النوم. لنتعرف على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام نرحب بالدكتورة عزة رمضان السيد. دكتورة صبحك الله بالخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. طبعا موضوع جدا شيق في البداية. صحيح. لو نعرف مفهوم النوم المشي أثناء النوم. المشي أثناء النوم واحد من الظواهر اللي بنقول عليها في الطب النفسي الظواهر الغير طبيعية للنوم أو الباراسومنيا. يعني ظواهر غير طبيعية مرتبطة بالنوم، زي إيه؟ المشي أثناء النوم، الأكل أثناء النوم، الكلام الكتير، مش كلام بس حتى كلمة أو كلمتين، كلام كتير أثناء النوم، الفزع الليلي، الكوابيس، النايت مير، النايت تيررز، سليب ووكينج، سليب توكينج، كل دي أنواع أو مجموعة من الظواهر الغير طبيعية المرتبطة بالنوم. فعشان نتكلم على واحدة منها اللي هي المشي أثناء النوم لازم نعرف إيه هو النوم الأول. انت تفتكر ان الناس كلها بتقول ان النوم ده هو راحه وجسمي بيرتاح ومخي بيرتاح، لكن علميا بقى لقوا انه لا مش كده. شو هو النوم دكتوره؟ لقوا ان المخ بيشتغل، ان الطاقه اللي بتخرج من المخ اثناء النوم 20% اكتر منها اثناء الصحيان. اذ ليه؟ لان النوم بيعمل ساعات المخ اثناء النوم بيقوم بوظائف كتيره جدا، زي مثلا التمثيل الغذائي، تخليق البروتينات، الإنزيمات، الذاكرة والتخزين، كل دي العمليات دي بيقوم بيها المخ أثناء وهو نايم. فجم لقوا إن الناس ديت اللي عندهم ارتباطات، عندهم ظواهر مرتبطة بالنوم زي المشي أثناء النوم والكلام والشخير أثناء النوم والفزع الليلي، كل دولت يعني لاحظوا ان هم العلماء مرتبطين بمراحل النوم. مراحل النوم يعني النوم عندنا فيه 5 مراحل. جميل، اللي هم دكتوره؟ المرحله الاولى والثانيه دي المرحله اللي هي بنقول عليها نوم خفيف، اللي هي اي استثاره تخليك تقوم. يعني صوت جنبك، اضاءه اتفتحت، حد رن الجرس، بتقوم. على طول بسهوله الدماغ بتنتقل الى، لانها ما هياش نايمه قوي، ما دخلتش في مرحله نوم عميق، فبيبقى سهل جدا انها الصحيان وتصحى كويس. والمرحله دي بتمثل 50% المرحله الاولى والثانيه من النوم. بعد كده ندخل في مرحله النوم العميق، وهنا بتحصل المشاكل. مرحله النوم العميق دي بتمثل حوالي ربع النوم، يعني لو انا بنام 4 ساعات ونمت منهم ساعه واحده نوم عميق ده يكفيني جدا، لان في ناس بتنام بال10 ساعات وما تكونش دخلت في مرحله النوم العميق، فبالتالي ما بتقومش بقى بكل وظائف المخ اللي قلنا عليها، تكوين البروتينات وتخليق الانزيمات والتمثيل الغذائي وكل كل الفوائد دي. ما بيدخلش فيها، فلو يصحى من النوم عايز ينام تاني، يقول انا ما نمتش، وهو نايم قدام الناس ظاهريا 7-8 ساعات. في المرحله بقى الخامسه اللي هي مرحله الحلم او النوم الحالم. ودي فيها كان الانسان نايم جسديا مطمئن ومرتاح، لكن لما يجي يحلم مثلا انه راكب سياره او راكب عجله مثلا او بيعمل رياضه، تلاقي قلبه بينبض وهو نايم، تلاقي ان دقات قلبه بتزيد، ضغطه ممكن يعلى شويه، كل ده ولكن حاجه واحده بس وممكن بس وحاجه واحده بس بتحصل، اللي هي بتتوقف تماما الحركه او بيحصل له زي ما يكون شلل. في ناس مثلا عندي كتير قوي من المرضى يجوا يقولوا لي انا دايما بحلم حلم واحد بس، ان انا باجي مثلا امشي وحاجه هقع من مرتفع، واول لما اجي اقع اقوم صاحيه.
نعم. ايه اللي بيحصل؟ ان هم دخلوا في هذه المرحله اللي هي النوم الحالم واللي بيبقى فيها الحلم كله انت معاه، هو خلاص هيقع في قلبه عمال ينبض وضغطه عمال يعلى وممكن يعرق وكل حاجه، بس مش عارف ينقذ نفسه، مش عارف يقوم، لان في شلل في المرحله دي، حاصل فيه شلل، ده الشيء الطبيعي. فتقوم صاحي، فده بيعمل لك استيقاظ فتقوم صاحي. جميل دكتوره، بالنسبه للمشي اثناء النوم هذه الظاهرة منتشرة نوعا ما في الآونة الأخيرة، أسباب انتشار هذه الظاهرة دكتورة؟ شوف، لازم نفرق أولا بين نوعين مهمين جدا. النوع الأول للمشي أثناء النوم، وده اللي بيحصل عند الأطفال، وده منتشر جدا، حوالي من كل 100 طفل بيبقى عندهم 15 طفل عنده مشي أثناء النوم. نعم. يعني تعتبر نسبة كبيرة. طيب بيحصل إيه فيها؟ حاجة بسيطة جدا، بيبقى هو لسه الطفل بيكون نايم وبيبتدي يقوم وهو مش مدرك تماما ابدا اي حاجه حواليه ولا اي شيء، وبيقوم وينتقل ويتحرك جوه البيت لكن هو حركه نايم بسيطه فعليا. لكن هو نايم فعليا، يتحرك حركه بسيطه وبعدين يقوم راجع تاني نايم في سريره، ويصحى الصبح مش فاكر حاجه. معنى كده انها بتيجي في الاطفال، بيبقى فيها شق وراثي كتير جدا، يعني تبص تلاقي عمه او خاله كان عنده نفس المشكله. بيصحى الصبح الطفل مش فاكر اي حاجه نهائي. والعامل الوراثي قلنا له مهمه جدا، ما بتدخلش في النوع الاول دوت الا في حالتين اتنين، لو اتكرر كتير وكده يبقى انا هعرض الطفل للمشكله، ممكن يقع، ممكن يتزحلق في حاجه، ممكن يدخل في الترابيزه، ممكن كده وهو ماشي حركه بسيطه، فساعتها لازم اتدخل. التدخل الثاني لما يكون الطفل حيبات في مكان تاني. نعم. يعني هيروح في رحله مع اصحابه يومين، فحيبات بره، او حيبات عند حد من قرايبه، مش معقول قرايبه بقى يشوفوه نايم بالليل وكده تطلع عليه سمعه في نعم العيله. دكتور، ها بالنسبه للاطفال، لكن بالنسبه النوع للشباب بقى. النوع الثاني، النوع الاولاني ده ملوش اسباب نفسيه، ده ممكن يكون ده فقط حاجه مرتبطه بالنوم وله اسباب وراثيه اكتر. نعم. وبتخاف الواحد لما الطفل بيكبر، طبيعي. لكن المشكله بقى في النوع الثاني، النوع الثاني هو دوت اللي بيحصل للشباب اكتر، وده اللي بتحصل فيه كل المشاكل بقى، لانه بتحصل في مرحله النوم العميق. يصحى أو يصحى من النوم ويقوم، وممكن يخرج، وممكن يسوق العربيه، وممكن يطلع، وممكن يعمل جريمة، وممكن يطبخ، وممكن ياكل ويفتح التلاجة ويروح لصاحبه وينام عند صاحبه، وهو يصحى الصبح برضه مش فاكر أي حاجة. ولكن الاختلاف هنا إن قد يكون هنا سبب نفسي وراء ده، والأطباء النفسيين هنا بقى احتاروا واختلفوا. بعضهم يقولوا في الأسباب، يعني اختلفوا تمام. ليه بيعمل كده؟ هل هو بيعمل كده هو واعي ولا هو مش واعي؟ يعني بيمثل في الوعي واللاوعي، في الوعي ولا اللاوعي. فلما عملوا حاجه اسمها معمل النوم، معمل النوم ده عباره عن انه هو اسمه تجارب كده. ممكن لا بيعمل فيه رسم للمخ في للشخص لمده 24 ساعه كامله، يفضل يرسم كل ويرصد كل الموجات اللي بتطلع من المخ. كل مرحله من المراحل اللي قلناها الخمسه من النوم لها شكل معين على الايه، على رسم المخ. نعم. فلما يطلع ان هو في النوم العميق، اعرف ان هو فعلا في حاله لا وعي. ولكن ده مش مثبت علميا قوي، احيانا الناس يقولوا ان هو في وعي سطحي او وعي جزئي، يعني شويه واعي وشويه مش واعي، لكنه اكيد يعني ان هو بيصدر كل هذه التصرفات وهو غير واعي بيها. نعم جميل. يعني قبل الحلقة اليوم أنا وزميلتي عائشة كنت أسولف فيها بخصوص الموضوع اللي هو المشي أثناء النوم. أنا عن نفسي شفت موقف أن في واحد واقف وهو نايم، هاي ممكن تصير دكتورة؟ طبعا، هو مش واقف بس، ده بيقوم ويتحرك. نايم تماما. أيوة، نايم خالص، ممكن يكون مغمض عينيه أو مفتح عينيه أيا كان، وبيروح وبياكل وبيتصرف عادي جدا، نايم. عادي وهو نايم. طيب أنا عندي بقى طفلة جات لي العيادة مع والدتها، إن هي بتشتكي من إن هي بتصحى من النوم كل يوم
من وهي صغيره، هي عندها دلوقتي حوالي 14 سنه، ومن وهي صغيره تصحى من النوم على فزع شديد جدا، صرخه شديده جدا كل بشكل يومي وكل البيت بيصحى وعارف الصرخه دي، والجيران كمان سامعينها وحافظينها وكل يوم، وهي مش دريانه خالص، بتبقى عايزه تطلع بره، تتجه للباب وتفتح الباب وعايزه تطلع بره، تطلع بره وتقف كده وتفضل وهي نايمه برده، وبعدين تقعد حوالي 5 10 15 دقيقه وترجع تاني للسرير ونايم. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ تفسير ايه دوت؟ لا، فجت لي الام تسال يعني ايه دوت، هل ايه؟ هنا لازم نحط 3 احتمالات. نعم. احتمال الاول ممكن يكون في نوع من الصرع اللي اسمه الصرع الليلي، وده بيجي في نوبات ليليه وبيجي للطفل، والطفل بيبقى برده غير واعي تماما، وبيبقى في النايت تيرور دي او يعني الرعب الليلي دوت، وبيبقى بدون سبب معين، وبيبتدي الطفل يصرخ ويعمل الحاجات ديت، وبعد ما بتنتهي النوبه بيرجع تاني زي ما كان. برده اللي هيفرقني هنا الاي جي او الرسم المخ، او لو ما عندوش صرع ليلي يبقى عنده ممكن الايه حاله هنا بقى هنقول عليه الفزع الليلي دوت، اللي في فتره المرحله من مراحل النوم العميق، او اللي بيقولوا عليه بعد كده التالت احتمال يعني من التشخيصات المفارقه، ان يكون عنده اضطراب السلوك المصاحب للنوم الحالم. فلما عملنا لها طلع عندها فعلا، ان هي فعلا لان كانت عمتها كده برضو، وطلع عندها جزء من نوع من انواع الصرع الليلي. جميل. كيف ممكن احنا نعالج الاشخاص في هذه الحاله دكتوره؟ وهل ممكن الطفل الصغير عند ما يوصل لسن معين مثلا 30 35 ممكن هالحاله ما تكون موجوده عنده في حياته؟ ايه طبعا، هو زي هو يعتمد على النوع، احنا قلنا عندنا نوعين، اللي بيظهر في الاطفال ويصحى يقوم يعمل حركه بسيطه ويرجع ينام تاني ولا مشاكل ولا سلوكيات ولا اي شيء، مجرد انه بيصحى ويوقف كده زي ما حضرتك كنت بتقول وبعدين يرجع ينام تاني. بيظهر في الاطفال ده بيبقى له عامل وراثي، مفيش عوامل نفسيه، بيكبر بتختفي تماما، مش محتاج اي شيء. جميل. الا قلنا في حاجتين، اذا كان هينام بره او اذا اتكررت كتير جدا بشده، ده النوع الاولاني. اما النوع الثاني فلازم نعرف ما وراء ذلك، لان مثلا جات لي بنت، حتى كيفيه العلاج دكتوره ممكن حسب بقى السبب. جات لي بنت ان هي بتقول ان مامتها ان هي واختها توام، وبتضرب اختها ديت وهي نايمه، وتقول ان انا هي نايمه، يعني تضرب اختها وتقول ان هي نايمه. تمام. وبعدين الام قالت لازم اوديها، لان مش معقوله كل يوم تصحى تضرب البنت ربع ساعه وتقوم نايمه. صحيح. فجت جابتها لي، فعملنا لها برضو المعمل الايه النوم، او وديناها تعمل اي جي وهي نايمه او رسم للمخ، وطلع ان هي لا، وهي مش داخله في النوم العميق. نعم. هي دلوقتي صاحيه. فهي لما واجهناها بقى، واجهتها بيني وبينها ساعتها يعني بطريقه غير مباشره. نعم. طلعت ان هي البنت يعني قدام المجتمع بتعمل يعني ان هي بتحب اختها عشان ده شيء شكل من مقبول اجتماعيا، ولكن هي ما تقدرش تعمل دوت لان مشاعرها تجاه اختها ديت مشاعر قاسيه، وفي بينهم اشياء كتيره. فهي يعني في حاله صراع ما بين ان هي تعاملها كاختها كويس، وان هي تتصرف بالتصرف المقبول اجتماعيا، وده احنا بنسميه في الطب النفسي رياكشن فورميشن، يعني تعمل الضد تماما، تبقى المبالغه في فعل الضد. يعني هي بدل ما بتكرهها جدا تبين انها بتحبها جدا. فده في ضغط على نفسيتها، فبالتالي التوتر والضغط دوت بيجي لها على هيئه التصرف اللي حاصل ده، وده تشخيص فارق، ما بيبقاش بقى هو دي تصرفات اثناء النوم، ولكنه بيبقى تشخيص فارق. هل ممكن عند الكبر دكتوره يصاب شخص ما بهذا المرض وهو المشي اثناء النوم؟ ممكن في اسباب كثيره للمشي اثناء النوم، غير الاسباب النفسيه زي القلق والتوتر والاحباط والصراع وكل دوت، ممكن جدا يكون ده سبب. في اسباب ثانيه، بعض الادويه بتساوي كده، في بعض الامراض بتساوي كده، في كمان أشياء بتخلي الشخص الكبير هو يعني يصاب بهذا المرض، منها ومن أهمها بعض الأدوية اللي بتساوي كده. جميل. كيف نتعامل دكتورة مع الأشخاص اللي يعانون من هالمرض؟ أول شيء لازم يبقى في حاجة اسمها سليب هايجين،
يعني ايه سليب هايجين؟ يعني بيبقى في بستعد او بخلي الطفل او الشخص يستعد للنوم. اولا الطفل اللي بيقوم دوت وبيتحرك في البيت وبيرجع ينام تاني ممكن يقع، ممكن يصطدم، فاذا لازم اخلي البيئه امنه تماما. لازم اخلي ان هي يعني عشان ما اعرضوش الشخص اللي بيفتح الباب وعايز يخرج. لازم اخبي، اقفل الباب بالمفتاح واخبي المفتاح في مكان ما يعرفوش ابدا، عشان هو حتى لو عرفه هو في الصحيان ممكن يروح ويدور على المفتاح ويفتح. ممكن فممكن لازم اوفر له بيئه امنه. دي نمره واحد. نمره اتنين بعد كده ان انا اذا الموضوع متكرر وبيأذي وبيأثر عليه لازم اديله ادويه تخليه ينتقل من مرحله النوم العميق الى المراحل الاخرى للنوم بسلاسه. اصل انت عارف السبب ايه؟ الدماغ بتمر، انت عارف زمان لما كنا بنسوق العربيات اللي هي المانيوال مش الاوتوماتيك، كنا بنعمل لما بنيجي ننقل من الاول للتاني، اللي لسه مبتدئين كانوا يعملوا يجي ينقلوا غلط. فلما يجي ينقل غلط تعلق كده ويعمل صوت، احنا بنقول الدماغ عملت كده يعني. اوكي تمام. طبعا في الاخير الدكتوره عزة رمضان شكرا على حضورك في برنامج صباح الشرقيه، وشكرا على المعلومات اللي قدمتيها لنا عن موضوع المشي اثناء النوم، واتمنى المشاهدين واستفدت انا حقيقه من هذا الموضوع المعلومات التي قدمتها. شكرا دكتورة. أهلا وسهلا مشاهدينا، الآن ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ورجعنا لكم لآخر فقرة من حلقة اليوم، والحين بنتابع معاكم فعاليات المنطقة الشرقية، حيث أطلقت دائرة الخدمات الإنسانية ماراثون الخدمات الإنسانية تزامنا لليوم العالمي لمتلازمة داون. نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، خلونا نشوف هذا التقرير. نظمت دائرة الخدمات الإنسانية في كلباء بالتعاون مع مركز شرطة كلباء الشابل فعالية بعنوان الماراثون الرياضي الثاني، تزامناً مع اليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف في 21 من مارس من كل عام، وشارك فيه 60 طالباً من بينهم طلبة متلازمة داون. تضمنت الفعالية ماراثون المشي الذي شارك فيه عدة مدارس حكومية من مدينة كلباء لتحفيز طلبة متلازمة داون على إبراز قدراتهم وإبداعاتهم في الأنشطة الرياضية. طبعا اليوم كان عندنا فعالية أو احتفاء باليوم العالمي لمتلازمة داون دورته الثانية. طبعا نشكر المساهمين من مدارس كلباء، غطينا أكثر من عدد 60 طالب وبقية المشاركين من مدارس مدرسة الأيوب والساحل، نشكرهم على الشراكة المؤسسية، وكلنا نعمل تحت منظومة واحدة لخدمة هذا المجتمع والطلاب أجمعين. تهدف الفعالية إلى نشر التوعية في المجتمع حول أهمية المشي وتعزيز فكرة التواصل بشكل أكبر مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، على اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا الإماراتي الذي يحرص على تقديم الدعم لهم وإشراكهم في جميع المبادرات والفعاليات المجتمعية. شارك معنا بعض المدارس الحكومية زي مدرسة الساحل الخاصة ومدرسة أبو أيوب الأنصاري وفرع خرفكان ومن الخدمات الإنسانية والفرع بتاعنا، شارك عدد الطلاب ما يقرب من 60 طالب في الفعالية. شاركنا اليوم بمشاركة أخواننا أصحاب الهمم في الماراثون الثاني متلازمة الداون، واليوم احنا جايين مع الهلال الأحمر الطلابي كدور مسعفين لأخوانا اللي بيطيحون أو شيء، إحنا نكون مسعفين عندهم وقت الحاجة. وفرحنا اليوم بمشاركة أخواننا أصحاب الهمة، وشاركونا اليوم وطلعنا الحمد لله بمراكز دولة. اختتمت الفعالية بتكريم المساهمين والمشاركين في الماراثون الرياضي والذي يعتبر فرصة لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.
كل الشكر لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على هذه الفعاليات وعلى هذه الجهود المبذولة. في الحقيقة جميلة أيضا هناك الشراكات المجتمعية بحيث أن المدارس تكون متواجدين لدعم هذه الفئة اللي هم الأشخاص اللي يعانون من متلازمة داون وحر التشجيع والتنافس اللي بينهم اللي يخلق أكيد نوع من السعادة لديهم. أكيد طبعا يا عائشة. ننتقل الآن إلى فعالية أخرى مشاهدين الكرام نظمتها دائرة الخدمات الإنسانية بعنوان أخي سندي وذلك لأهمية العلاقات الأخوية وتنميتها. تابع هذا التقرير وراجع لكم. نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خور فكان مبادرة تحت شعار أخي سندي حضور عدد من أولياء الأمور والطلبة. استهلت المبادرة باستقبال الأخوة بالورود، ثم احتوت المبادرة على مجموعة من الفقرات المتنوعة المسابقات الثقافية والورش الفنية، منها ورشة كلمة لأخي وفن الكروشيه وطبق السعادة وورشة نصنعه بأيدينا. احنا عندنا مبادرة إخوة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مسمى إخوتي سندي، من الأهداف العامة بتاعتها دعم ومساندة الإخوة في عملية تقبل الإعاقة، كمان تفعيل دور الإخوة في التوعية والتثقيف المجتمعي بالإعاقة وطرق التعامل معها، كمان عندنا المساهمة الفاعلة للإخوة في نشر والمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من المنطلق ده جاء فكرة إخوة الأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف المبادرة إلى تحقيق التقارب الأخوي بين ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية الوعي بأهمية العلاقات الأخوية من خلال الاحترام المتبادل، وكذلك تنمية روح المحبة والتقدير وحسن معاملته لأنه فرد من أفراد الأسرة والمجتمع. تهدف المبادرة إلى تحقيق التقارب الأخوي بين ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية الوعي بأهمية العلاقات الأخوية من خلال الاحترام المتبادل، وكذلك تنمية روح المحبة والتقدير وحسن معاملته لأنه فرد من أفراد الأسرة والمجتمع. طبعا نشكر دائرة الخدمات الاجتماعية، لها مبادرات كثيرة جدا ويستفيد كثير من فئات المجتمع المبادرات والورش التي تقدمها، ودائما يعني لا يكاد يخلو أسبوع إلا هناك مبادرة صحيح. جميلة من دائرة الخدمات الاجتماعية سواء كانت في الشارقة أو حتى في المنطقة الشرقية يا عائشة. أكيد. ومن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مشاهدينا إلى مهرجان أم الفضل تقرأ اللي أكيد نظمه مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي في كلباء تحت شعار زايد 100 قيمة وقيمة. خلونا نتابع هذه التفاصيل وبنرجع لكم. نظمت مدرسة أم الفضل بنت حمزة لتعليم الأساس بمدينة كلباء مهرجان أم الفضل القرائي بدورته الثانية تحت شعار زايد 100 قيمة وقيمة، بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب مدير مكتب سمو الحاكم بخور فكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب مدير مكتب سمو الحاكم بكلباء، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومديري وممثلي الدوائر الحكومية في المنطقة. في الحقيقة تشرفنا اليوم بزيارة المعرض الذي قدمه طلاب وطالبات المدرسة ومدرسة أم الفضل. الحقيقة أن هذا المعرض يعني يتناسب مع توجهات الدولة في تغيير منظومة التعليم وفي تشجيع الابتكار، وهذا ما لم يسلم من خلال عمل الطالبات وما قدمه من يعني لوحات ومن أيضا أفكار تنم عن هذا التوجه، وهي بادرة إيجابية نتمنى أن تستمر وأن تعمم على كافة مدارس الدولة. وهو في الحقيقة هذه رؤية القيادة دائما تتطلع إلى تطوير مناهج التربية والتعليم وأسلوب التعليم، وأيضا الأهداف التي تسعى القيادة إلى تحقيقها لنتقدم دائما الدولة في كافة المجالات وتكون لها قاعدة من العلوم ومن الفنون ومن أيضا الكوادر الوطنية المؤهلة التي تستطيع أن تواكب المستقبل. احتفل المهرجان بعدة أجنحة للمعرض تم من خلالها مشاركة جهات حكومية ومحلية، وكل ركن اختص بعرض ما لديه من كتب وموسوعات وقصص معبرة، بالإضافة إلى المشاركات الإبداعية لطلبة مدرسة أم الفضل بنت حمزة
وعدد من المشاريع الطلابية الصحية والبيئية والتقنية. اليوم مشاركتنا عبارة عن إصدارات المعهد وذلك بمناسبة عام بمناسبة مبادرة شهر القراءة. حبينا نشارك بعدة إصدارات من المعهد تتضمن كتب عن أماكن والمدن التراثية، وإلى جانب مؤرخ العصر اللي هو كتاب خاص بالشيخ سلطان القاسمي حفظه الله، إلى جانب عدد من الكتيبات خاصة بالدبلوم المهني وأنشطة المعهد وفعالياتها. ضم المعرض أجنحة خاصة بموروث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمتمثلة في الصور والكلمات المأثورة وغيرها من مناشط تبرز وتوثق جهود مؤسس الدولة والقيم التي سعى دوما لترسيخها في المجتمع الإماراتي. تضمن المهرجان العديد من الفعاليات الفلكلورية والشعبية كعروض موسيقية واستعراضية، فضلا عن العديد من المبادرات الحكومية والمجتمعية للجهات المشاركة والتي تهدف لتشجيع الطلبة والمجتمع عامة على القراءة. يرسخ المهرجان قيم الوالد والمؤسس زايد الخير في نفوس الطلبة وتعزيز دور القراءة في المنطقة، بالإضافة إلى سعي المعلمات إلى استخراج 100 قيمة لدى بابا زايد وتم تمثيلها على شكل شجرة لتقديم هذا الإنتاج الحافل من خلال مهرجان أم الفضل تقرأ، وذلك لدعم القراءة ونشر الثقافة والقيم الأخلاقية بين أبناء مجتمع الإمارات. مبادرة مميزة في الحقيقة من مدرسة أم الفضل، أكيد تتزامن مع جميع المبادرات، وخاصة بما أننا نحن الآن على وشك أن يكون إن شاء الله في شهر القراءة. هناك كثير من المبادرات والكثير من الفعاليات، ودائما أنا أقول كم هي الشراكة المجتمعية، بحيث أن جميع الدوائر جميع المدارس أيضا تتواجد يحتفلون بهذه المناسبة المميزة. وما زلنا في مدينة كلباء يا عائشة، حيث تنطلق من مدينة كلباء فعالية بعنوان مدينتي تقرأ التي ينظمها معهد الشارقة للتراث وتتضمن العديد من الفعاليات. خلونا نتابع. نظم معهد الشارقة للتراث في مدينة كلباء بالتعاون مع ثقافة بلا حدود فعالية بعنوان مدينتي تقرأ في حديقة السدرة بكلباء، جاء ذلك احتفاء بشهر مارس الوطني للقراءة. ضمت الفعالية المكتبة المتنقلة التابعة لثقافة بلا حدود عدة أنواع من الكتب ذات الجودة العالية والأكثر مبيعاً، بالإضافة إلى القصص الجاذبة للأطفال، مع قيام المنظمين فيها على اختيار الكتب المحببة وقراءتها لهم. كما احتوت الفعالية على مجموعة من الورش المتنوعة للرسم والتلوين في اللوحات المعبرة عن الماضي والحاضر، بالإضافة إلى ورشة لحكايات التراث الثقافي الإماراتي القديم ألقتها الوالدة مريم هلال الزعابي، التي تهدف إلى تعريف الجيل الحالي بأصالة الماضي وتمثيل وتقاليد أصيلة وعبر عن الموروث الشعبي للأجداد. فعالية اليوم في حديقة السدرة في مدينة كلباء يشهدها معهد الشارقة للتراث، الفعالية اليوم بعنوان مدينتي تقرأ. هدف هذه الفعالية إنشاء جيل واعي مثقف يقرأ الكتب ويهتم بالقراءة. الفعالية موجودة في حديقة السدرة بالتعاون مع ثقافة بلا حدود بالمكتبة المتنقلة. يهدف معهد الشارقة للتراث لإحياء عراقة وتاريخ الإمارات لأجيال المستقبل وترسيخ هوية الدولة والتعرف على التراث الأصيل للأجداد. شاهدنا مشاهدينا الكرام فعالية مدينتي تقرأ في مدينة كلباء. طبعا تكثر الفعاليات مثل ما ذكرت يا عائشة، بما أن شهر القراءة قرب فالفعاليات اللي نشاهدها في المنطقة الشرقية مختصة في جانب القراءة كثيرة نوعا ما، من أجل تعزيز مفهوم القراءة لدى أفراد المجتمع. أكيد من الأطفال وغيرهم من فئات المجتمع. والحين مشاهدينا راح نعرض لكم بعض تفاصيل أيام الشارقة المسرحية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الزميل وديع، خلونا نشوف. نرحب بزملائي بالاستديو وبكل مشاهدينا ومتابعينا من قناة الشرقية من كلباء، طبعا متواصلين معاكم بأيام الشارقة المسرحية.
في ظل هذه الأجواء بدورتها 28 واللي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واللي تعرض حقنا العديد من المسرحيات واللي تشارك فيها فرق منوعة من مختلف دول العالم. خلونا نتابعها. تعد أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً، التي تشارك فيها فرقاً مسرحية من إمارات الدولة، وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة، ومنها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية التي تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية. لجنة العلاقات العامة في أيام الشارقة المسرحية تبتدي مشوارها قبل شهر تقريبا من الأيام بدعوة الفنانين والنجوم والمشاهير والإعلاميين والنقاد والكتاب المهتمين في مجال المسرح ودعوتهم للحضور العروض المنافسة في المهرجان. تتضمن على عروض مسرحية منها ثقافية ومنها تعليمية كمسرحية الذاكرة والخوف عن الملك لير، والتي تمت بإخراج سعيد الهرش. المسرحية هذه فايزة في مهرجان كلباء المسرحية القصيرة فيها أفضل عرض متكامل، أفضل سيناغرافيا، أفضل إخراج، وأفضل ممثل محمد جمعة، وأفضل ممثل لبنى الحسن. الحمد لله لك رب، لنا توفيق أن فزنا وجابوا لنا عرض مستضاف في مهرجان الأيام المسرحيات القصيرة كعرض مستضاف. الأمانة يعني هذه المسرحية للكاتب ويليام شكسبير عن مسرحية الملك لير، خضينا منها نحن جزء من المسرحية وعملنا الإعداد من بعد إعداد الأستاذ الراحل قاسم محمد عن مسرحية الحريق، فعملنا الإعداد وقلنا راح نقدمها بتحدي، يعني تحدي جديد إن نقدم يعني الكل اللي قدم شكسبير بعمل كلاسيكي، أنا قلت راح أقدمه طريقة ثانية، طريقة إن شيء جديد، يعني كشاب أنا أقدم شيء جديد. متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعينا خلال هذه العروض اللي بتتم خلال هذا الأسبوع واللي تعرض حقنا العديد من المسرحيات المتنوعة في أيام الشارقة المسرحية. لبرنامج صباح الشرقية وديع محمد، الشارقة. ومن أيام الشارقة المسرحية مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لقانا إن شاء الله باكر في حلقة جديدة بمواضيع أكيد جديدة ومميزة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل وتمسون على ألف خير. وتحياتي أنا يعقوب يوسف، وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. إلى اللقاء.